النهارده بقى عندنا اخبار كتير، عندنا استعراض لاحوال مرور، وعندنا طقس، وعندنا عملات. يلا نبتدي على طول. لكل الناس اللي لسه ما نزلتش، نستعرض مع بعض احوال المرور في مناطق مختلفه من مصر. هنبتدي جولتنا من القاهرة، وطبعا احنا متعودين على الكثافات والزحمة الصباحية بالتزامن مع ميعاد ذهاب الطلاب للمدارس والجامعات. وهنبتدي جولتنا من كوبري 15 مايو، احنا شايفين قدامنا سيولة مرورية نسبية، اما بقى لو بصينا على الكورنيش هنلاقي فيه بعض الكثافات المرورية للمتجه لميدان التحرير، وكمان بعض الكثافات اللي هيكمل للمعادي وحلوان ولغاية 15 مايو. لو رحنا في اتجاه كوبري اكتوبر لمناطق الاسعاف ورمسيس هنلاقي سيوله مروريه نسبيه، لكن طبعا الكثافات هتزيد بعد شويه على طول كوبري اكتوبر ولغايه نزله غمره والعباسيه. اللي هيبص بقى على شارع بورسعيد والشرابيه وحدائق القبه ولغايه كوبري السواح والاماريه والعكس هنلاقي طبعا في كثافات. الطريق الدائري او اللي هياخدوا الطريق الدائري ياخدوا بالهم ان طبعا هنلاقي كثافات عند مؤسسه الزكاه والمرج والخصوص ولغايه نزله الطريق الزراعي كالمعتاد في الوقت ده. نروح بقى لمحافظة الجيزة، هنشوف شوارع بتشهد بعض الكثافات المرورية وطبعا هتزيد مع دخول ساعات الذروة الصباحية، وده طبعا بالتزامن مع انتظام الدراسة في المدارس والجامعات. خلينا نروح للأماكن اللي متواجد فيها رجال المرور للعمل على تنظيم حركة المرور. هنبتدي مع بعض من محور 26 يوليو، في كثافات مرورية للمتجه لميدان لبنان، ولو بصينا على محور صفت هنلاقي بعض الكثافات المرورية. لو بصينا بقى عند شارع الهرم، واحنا عارفين ان في اصلاحات كتير واعمال حفر موجوده في شارع الهرم، هنلاقي في بعض الكثافات اللي هتزيد مع ميعاد الذروه في مناطق مشعل من شارع العشرين ولغايه الطربيه، وكثافات عاليه للمتجه لكوبري الجيزه ولغايه شارع فيصل بمنطقه الطوابق ولغايه العشرين. هنلاقي كمان كثافات تانية ظهرت في شارع السودان ولغايه جامعه القاهره وميدان النهضه وصولا لمناطق بولاق وامبابه، وكمان بتظهر كثافات مروريه متحركه بميدان مصطفى محمود وشارع جامعة الدول العربية وشارع السودان بالقرب من محطة مترو جامعة القاهرة مع اقتراب موعد دخول الموظفين للجامعة. نشوف مع بعض محافظة سوهاج، واللي هنبتدي فيها من محطة قطر سوهاج اللي الطريق عندها بيشهد كثافات مرورية طبعا برضو بسبب حركة الطلاب والموظفين. لو خدنا مع بعض طريق عبد المنعم رياض وطريق اللي بيربط بطريق العارف وطريق الحواويش هنلاقي بعض الكثافات المرورية أعلى نهر النيل، وكمان الطريق المؤدي للجامعة بطبيعة الحال هيكون فيه كثافات المرورية. طريق الحواويش الرئيسي هنلاقي فيه سيولة نسبية، أما طريق المنشية أخميم جرجة بيشهد برضو سهولة مرورية في الاتجاهين للي جاي من مدينة سوهاج أو العكس. لو بصينا بقى على طريق أسوان الزراعي الغربي هنلاقي الطريق ما فيهوش أي مشاكل وفيه سيولة مرورية. بني سويف، ونشوف كوبري بني سويف، احنا شايفين سيولة مرورية نسبية. لو وصلنا كورنيش بني سويف احنا لاقيين دلوقتي سيولة برضو مرورية، وهنكمل من الكورنيش ولغاية ما بنوصل لمكتب التأمينات في محافظة بني سويف احنا شايفين سيولة مرورية. اجمالا الامور طيبة جدا في محافظة بني سويف. خلينا بقى نتابع مع بعض أسعار صرف العملات الرسمية لليوم النهاردة. هنبتدي مع بعض بالدولار الأمريكي اللي في سعر البيع 18.37 والشراء 18.27، اليورو للبيع 20.15 والشراء 20.03، البيع للجنيه الاسترليني 24.10 والشراء 23.96، الفرنك السويسري البيع 19.63 والشراء 19.52، اليوان الصيني البيع 2.88 والشراء 2.86، 100 ين ياباني البيع 14.81 والشراء 14.72، الريال السعودي البيع 4.89 والشراء 4.87، الدينار الكويتي البيع 60.47 الشراء 59.92، الدرهم الإماراتي البيع 5 جنيه والشراء 4.97. أما بقى بالنسبة لأسعار الذهب، خلينا نعرف مع بعض سجل كام النهاردة.
الذهب النهارده سعر السوق في جرام عيار 18840، عيار 21980، عيار 24120، والجنيه الذهب بيسجل 7840. خلينا دلوقتي نستعرض مع حضراتكم جولة سريعة في أحوال الطقس، واللي النهاردة فيه هيكون ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة على كافة الأنحاء، والطقس هيكون مائل للحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وشمال الصعيد. وفي النهاردة شبورة مائية الصبح على الطرق المؤدية من وللقاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة. درجة الحرارة في القاهرة النهاردة 25 درجة، أعلى درجة حرارة هتكون في أسوان 34 درجة، وأقل درجة حرارة في مطروح 20 درجة. هنتابع مع حضراتكم الطقس بالتفصيل بعد قليل، لكن خلينا على طول نروح لأحمد والبسنت ونبتدي معاهم التفاصيل. شكرا لك يا منى.